افتح شنطه العربيه وفتشها. حاضر يا كبير. تفتش العربيه ليه؟ هو انتوا مش بتوع مرور؟ احنا برضه شرطه المخدرات. الحق يا ريس، البوكس مش فيه شنطه يا غبي. ما هو البوكس ما فيهوش شنطه، وكمان ماشي بوكس. ما فيش شنطه، ده انت عمك اسود. يا ناس انا شرطه وده بوكس وانا سعيد وده جمعه. في ايه؟ وبعدين انت جايب البوكس ده ايه واسطه؟ ما عندناش محصليه. فتشوا على جمعه. لا كله الا التفتيش. انا ممكن اتفتش بس اعرف ليه؟ احنا شرطه تنفيذ الاحكام. ما لقيتش معاك غير 50 جنيه دولار. حلوه. هم هتاخدوا ال 50 جنيه دول ليه؟ احنا مباحث الاموال العامه. خد هناك عند الحيطه وارفع ايدك لفوق. لا كده يا سعيد ما يصحش. ما لقيتوش عندي اي مشكله في المرور ولا المخدرات ولا في الاحكام، وخدتوا مني 50 جنيه. ممكن اعرف انت موافق ان هنا ليه؟ قانون الطوارئ يا روح امك. سندوتشات يا اما المسلمين وممثليهم في ميدان التحرير، وبين القوى الوطنيه والقوى الليبراليه واليساريه الاخرى بنتيجه محاوله سيطره ممثلي التيار الاسلامي على الميدان عن طريق الميكروفونات والحركه الدائمه والمنشورات وغيره، ولكن الى الان كل الاحتمالات لا تزال مفتوحه. بالمناسبه السندوتشات يا سعيد. هلا وشفا يا عم. الله يحييك. رحلة وفاة. الولد ده جراله ايه؟ وفاء سعيد ايه في ايه؟ بقول لك ايه؟ ما شفتيش الاخ الاسمراني ده اللي من الاخوان؟ لا ما شفتوش، لكن انت بتسال عن حد من الاخوان ليه؟ مفيش، عايز بس اعمل شويه مشاورات في امور الجماعه. جماعه؟ تكونش اخواني وانا ما اعرفش؟ يا بنت انا اخواني من 94. لا والله؟ اه. ما قلتليش ليه بقى قبل كده؟ اصل انا في التنظيم السري. يا سلام. لا يا سيدي ما اعرفش حد. طيب سأبحث أنا وأمضي إلى الله. لو سمحت يا أخ، ما تعرفش حد من الإخوان هنا؟ أنا من الإخوان تحت أمرك. أنت من الإخوان؟ سبحان الله، الدم بيحن يا جدعان. ألاقي نفسي كده جاي لك على طول كده ونقابل بعض، أصل أنا إخوان أنا كمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. اسم حضرتك إيه؟ أخ أكبر سعيد السيد. وأنا عمار. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك يا سعيد، وسط الميدان مش وسط الإخوان. يعني ايه مش فاهم؟ يعني احنا هنا كده زي ما انت شايف، كلنا حاجة واحدة، ايد واحدة، مفيش اخواني ومش اخواني. طيب ربنا يوفقكم ان شاء الله، بس افتكرنا انا معاكم سعيد السيد. طبعا اخوان زي بعض، عشان لما نتقابل كده بقى اخوان بيقابلوا اخوان. اه تمام. شكرا شكرا. اسمع يا سعيد، ايه؟ ما تيجي معانا بقى نقوم بواجب التأمين والحماية. التأمين ايه وحماية ايه؟ تأمين وحماية الميدان، ما احنا بنوزع نفسنا على مداخل الميدان علشان نأمنه ونحميه من أي حد بيفكر يهجم عليه، نقوم نصده. يعني احنا اللي هنصد الهجوم؟ اه طبعا. ومعانا ناس تانيين كتير من الميدان كله. طب افرض الهجوم طلع جامد يعني وما قدرناش نصده، يعني نبقى قربنا من اجمل حاجه بيتمناها الجميع هنا، الشهاده. على فكره انا عندي اعتراضات كتير قوي على جماعه الاخوان، يعني انا جاي عشان اتناقش فيها عشان تبقى عارف. اعتراضات؟ وبفكر من فتره كده احول سلفيين يعني. طيب تعالى سعيد، قدامنا وقت كتير قوي نتناقش في الافكار بتاعتك دي واحنا واقفين على البوابه. تعالى تعالى. من كام سنة وأنا إخوان إخوان في حبك أنا وشغلي. ما شاء الله يعني ميدان أمان أمان يعني. الحمد لله. وعموما لو حصل أي حاجة ما تقلقش، المستشفى الميداني جنبنا هنا مش بعيد. إحنا هنحتاج المستشفى الميداني فين؟ مفيش يعني، بس ساعات العيال البلطجية دول بيخشوا علينا بطول، زلط، رخام مكسر، حاجات من دي يعني. الله يطمنك. وفي حد بيتصاب على كده؟ كتير. كتير اللي بيتعور في دماغه واللي بياخدها في وشه. بس اهم حاجه تخلي بالك من عينيك. عينيا؟ طوبه حلوه كده حدفها واد بلطجي شنجي، شالت عين واحد كان قاعد معانا، كان قاعد هنا نفس قعدتك دي، نفس المكان. نفس المكان؟ لا بسيطه قوي. كل ده يهون. المشكله في حاجه تانية اصعب. ايه؟ الاسوان في اوراقنا؟ لا القناصه. بنادق قناصه تنشن تجيبك تقع ولا حد يحس بيك. من ساعة كان قاعد معانا شاب زي الورد، جات له حتة رصاصة في كتفه. كان قاعد نفس قعدتك دي، نفس المكان. طب وبالنسبة للمكان اللي أنت قاعد فيه ده، محدش بيتقتل فيه؟ الظاهر محدش بينفع يقعد جنبك وراح سليم. هجوم يا رجالة! هجوم يا رجالة! أخ
رجالة. مفيش حاجة يا رجالة. مفيش حاجة يا رجالة. بس هي. أما شباب الإخوان الذي جاء إلى هذا المقام العظيم لهم مني كل التقدير والاحترام لمشاركتهم لي. هم الإخوان اللي خربوا البلد. واتكلمهم يتكلموا باسم الدين. قال الله قال الرسول. محدش يقدر يعرضهم. وحياتك للحكومة تربيهم. ده زمانهم مصورين كل إخوان اللي موجودين في الميدان. وهيلموهم واحد ورا واحد بس لو ما دي تخلص. سعيد. أخ سعيد. أنت رحت فين؟ سعيد مين يا أخ؟ مش انت اللي كنت معايا من شويه؟ انا اللي كنت معاك ولا شفتك ولا عرفك. وانا مش من الاخوان. انا مش من الاخوان. انا مش من الاخوان. عادل 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 يا عم عادل، يعني منتشر في كل حته ولما عايزك تختفي. معلش يا سعيد، اصل احنا بنحضر الاجتماع مهم قوي النهارده، عايزين نحدد مطالبنا اللي هنرفعها للحكومه. ولما انت هترفع مطالبكم للحكومه مش تاخدوا معاكم واحد ليبرالي زيي؟ ليبرالي يا سعيد، احنا مجمعين مندوبين عن حركات او احزاب او جماعات. انت واحد من دول يا سعيد؟ وانا لازم اكون في حزب يعني عشان تاخدوا رايي؟ عمال تنفخني بكلامك على الديمقراطيه وفي الاخر بتختار انه يتكلم. ماشي يا سعيد، يلا معايا يا معلم. يا جماعه الاجتماع سريع عشان واحد فيه مطالبنا، يعني يبقى عباره عن مجموعه مطالب موحده لكل فئات شباب الثوره. بس يا ريت في الاول كده على سبيل التعرف، يعني كل واحد فينا يعرفنا هو تابع لاي حركه او اي حزب او اي جماعه. أنا من الإخوان. وأنا من الديمقراطي الحر. وأنا من العدالة. وأنا من التحدي. وأنا من الحرية. وأنا من الطلبية. تقاطع ترسى مع 30. طيب يا شباب، يا ريت كل واحد فينا يبينها وشايف إيه من وجهة نظر، يعني الطلبات نقدر نقدمها ونرفعها ونشتغل عليها من دلوقتي. من وجهة نظر أنا، الطلب الأول والأساسي إن الرئيس يتنحى. يعني يسيب الحطب فورا. إيه ده؟ رايح فين؟ أنت مش سامع؟ ده أول مطلب عايزين الرئيس يمشي ويتنحى. أمال تاني مطلب إيه؟ هنقل الهرم اليوم؟ يا عم اصبر، أنت خايف كده ليه؟ اقعد اقعد. خلاص ما بقاش فيه خوف. قول كل مطالبك من غير ما تخاف من حد. لازم تشكيل حكومة جديدة، ويفضل إنها تكون حكومة تكنوقراط. حكومات التكنوقراط هي اللي ماشية معظم الدول المتقدمة دلوقتي. وكمان لازم تبقى حكومة ائتلافية مش حزبية، عشان عدم إقصاء أي حزب أو حركة من العمل السياسي. الانتخابات يا جماعة شيء مهم جدا. لازم مجلس الشعب والشورى يتحل، ولازم الانتخابات تكون بالرقم القومي. لازم نطالب بتفعيل القائمه النسبيه مش النظام الفردي القديم، عشان يبقى في توضيح للمنتخبين. ايوه، ده هيخلي اعضاء مجلس الشعب يكونوا ممثلين للشعب فعلا مش للنظام. ومحدش يقول لي بقى ان المجلس ساب قراره، واي طعون تكون في المحاكم المختصه مش في المجلس نفسه. طيب وانت يا استاذ مالكش اي مطالب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز الحاجة أبو سريع يرجع لي شقة المحافظة بتاعتي. وكلنا شقة برنس. يا أستاذ، إحنا هنا عشان مطالب عامة شعبية، مش مطالب خاصة. إذا عندك مطلب عام اتفضل قوله. مطلب عام؟ عندي. إحنا عايزين نخصص أماكن على الرصيف للبياعين، مع تحديد أوقات معينة لأخذ الأتاوي. وعلى السادة أمناء الشرطة الالتزام بهذه المواعيد، مش كل شوية على الأهالي يجروا علينا ويقولوا كبسة كبسة، والبضاعة بتتبهدل بصراحة يا إخوانا. كبسة كبسة؟ مين ده يا عادل؟ الأستاذ أوحالي بمطلب مهم جدا. أولاً إلغاء قانون الطوارئ. ثانياً معاقبة الضباط الفاسدين. ثلاثة اقتصار جهود الشرطة لحفظ الأمن فقط لا غير. أنا كلامي أوحالي أهو. عشان تعرف إن أنا مش بقول أي كلام. وعندي فكرة تانية عامة للشعب كله. وانت خليك معايا عشان كلامي هيروح لك تاني. عايزين كمطلب شعبي جماعي لمصر كلها توفير استمارة علاج على نفقة الدولة. لمه. اصلها تعبانة يا عادل. مش قادرين على مصر.